السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم حبينا نغيركم شوي الخريطه، انه نموت ما ندخل نلعب ميرامارا وسانوكا ورانجين، حبينا انه نغير شوي، فصورنا لكم جيم ما بالطيران. اتمنى انه يعجبكم الفيديو، وكان في مواجهات حلوه، في ضرب ارباجيات حلوه، فكان الفيديو بشكل عام حلو. ما راح احرق عليكم الفيديو، لا اتركوا من الفيديو وخليه على الطرف، بس اهم شيء لا تنسى تضغط لايك وتكتب لك كومنت حلو على ذوقك، وتعمل شير لاصدقائك وخليهم يشوفون. وبالنسبة للمسابقة، كثير كتبوا لي بالتعليقات كيف المسابقة وكيف نربح بالمسابقة. ما بدها شيء، بس اعملوا شير ولايك وكومنت حلو على ذوقكم، انشروا القناة بكل صفحات الانترنت، انشروا الفيديو، خلي كل العالم اللي بتعرفون يجوا يشتركوا بالقناة، فهيك راح نختار. بس نوصل 50,000، بس وصلنا 50,000 اخر فيديو راح نزله، مثلا نكون وصلنا 50,000 راح بكون نازل فيديو. تعليقات اللي راح يجي هنيك راح نختار من التعليقات عدد اشخاص نعطيهم رويال باس، وواحد من واحد منهم راح نعطيه الايباد. وبس نوصل على 100,000 مشترك كمان نفس الحالة، نختار واحد نعطيه ايباد والتاني نعطيه رويال باس. فانت وحظك، يا تكون الايباد لك او يكون رويال باس لك. فكل ما عليك انك تنشر الفيديو وتنشر رابط القناة وتحط لايك وتكتب لنا كومنت حلو على ذوقك، وجماعة ديسلايك صفولي على جنب، خليك انت من جماعة المضغوطين مثل ما بيقولوا، روح على اليمين. المهم هذا هو، يعني ما في شيء مسابقة محرجة، بس انك تنشر القناة، نوصل 50,000 مشترك بأقرب وقت لنعملكم هاي المسابقة. ولسه في مسابقة $600 هاي كمان لسه موجودة. هلا صار عندنا 3 مسابقات، ايباد على 50,000 و10 رويال باس، ايباد على 100,000 و20 رويال باس، و$600. بس نوصل ال 100,000 مشترك راح نساويها كمان لا السكواد الفائز، اول السكواد الفائز، الثاني، الثالث، الثلاث سكوادات اللي بيضلوا بالاخير راح نوزع عليهم المصاري، يا بدون شداد يا بنعطيهم المصاري. فهذول الثلاث جوائز حاطين بالنا انه نساوي بالقناه، بس القناه يوصل 100,000 مشترك. فانتوا شطارتكم وبعرفكم كفو ما بتقصروا، وان شاء الله عن قريب نوصل 100,000 مشترك لحتى تحصلوا على هدول الشغلات. انتوا تستاهلوا وانا بستاهل 100,000 مشترك. هلا اترككم على الفيديو مشاهدة متاع، والسلام عليكم، بشوفكم فيديو جاي. It's okay. Yo, hey, yeah. سكواد البني شرحون ما عاد إلنا حكي، بس شوف لعبة تكتيك واسمع لي صوت البكي. سكواد الحارق، سكواد المعاقب، بدك تتحدى إيه؟ تحمل العواقب، خالي من المسؤولية، إذا صابك إفراط، شعور بالفشل، كآبة وانحطاط، لا تلومني شو بساوي. انت اللي تحديت، لو كنت مكانك حالي بهالموقف ما رميت. سكوادي قادر انه زلزل لك ارضك، خليك مثل المجنون، يو على حالك تضحك، حذرتك قلتلك ما تقرب اصحك، معبي لك مخك بطلقة قوم تنحفك وتنصحك. ابشر قلت لك كم واحد هيك على الماشي، بس 50 تيم نازل معنا. 50 تيم، 50 في سيارة هون؟ خذ السيارة وقول يا الله. لا لا، كلهم بالطرف الثاني، كلهم بالطرف الثاني. ليكن اجوا لهون. ما في شيء بالحضن، روح. نزلت على تحت. انا يوم انزل فوق الحاوية. الناس شو بدو تقاتل يا الله. شوف هذا اللي قدامي. ايه ما معه شيء. بدي اروح على الهنجر انا. يا بس بدي مسدس سلاح. ليك هذا ابو زهري ما مين قتله؟ انا قتلته.
بدي سكوب يا الله، بس بدي سكوب. ليك اجي 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 واحد، اجي اجي واحد. شوف شوف جبل. لا هات اعطيني يا خذ اليوم بي، تا 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 لا كب اليوم بي، كب كب ليكو فوق الحاوية. هيب ما نزل ما نزل. كابوس بس حل عني كابوس، انت معلقني هيك. ها يلا 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 كفو. ما نزلته؟ ما بعرف. نزل 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 نزل. شعر عم تشيله؟ ايه ايه عم تشيله. هذاك اللي بالحم شو اسمه انقار نوك؟ ايه ايه شالو ايه نوك. ليك صاحبه جوا خاصين؟ لا بقينا. استنى اجا اجا ابو العفو اجا. خليك حبيبي خليك. عم يضربوا علينا ابو، عم يضربوا علينا. تعال ابو القاسم دير بالك منه. هذوليك انا شفتهم. وين هن؟ جاي من طرف جوربول الثاني. تعال دم عندي انا بعطيك شير. تعال عندي. يلا ليكون عندي ليكون عندي. بقين واحد عندي، بقين واحد عندي. كفو. وين انتو يا الله؟ من ليش ما عم تمشوا مع بعض؟ ليش ما عم تمشوا مع بعض؟ تانكي صوته. احلى شيء هذا الشيء اني كان في قاذف ار بي جي. هذا اللي فوق على ما اظن. اللي تحت كان معه واحد. ليش هذا الشيء؟ ثاني شو الثاني؟ ثاني شو؟ لا طلع عادي. يطلع يا الله. هاد نزلوا على المي، شكله نزلوا على المي. خير انا عم يرمى عليك. انا عم عليكم 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 من المي. جيبوا 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 من المي. عليكم عليكم هون. enemies ahead enemies ahead. نزل تحت المي عند القاسم. ليقو عندي يا الله على الشجرة. ليقو خذ الباقي شيار، خذ الباقي روح على الجيش. نروح عند شلت البطاقة شيار. اعمل حسابي بسلاح كابوس. روح عم جيب لك سلاح. روح شيار روح جيب استدعاء جيبه.
تمام. بس دير بالك يكون في حدا موجود قدامك يشيلوك لك كمان. يصير يصير بطاقتين. كمان جاي زلمه الكمبرة حتى هون كمبرة يا الله حتى هون كمبرة. بقيان يكمبروا بال الو من فضلك جيب لي قهرمان. يلا اما استدعائك جايك جايك. وين انا وين انتو؟ ماشي كثير تلوت من الدور. فينا نروح نلوت من الاول وجديد. تعال قهرمان تعال. شو بدك ام 7؟ لك شو ما كان اعطيني شي شغله مثل الخلايا يا زلمه. اعطيتك سكوت ستيك كمان ما؟ بس ليك ليك لاعبي ليك لاعبي كيف شايل السلاح ليك؟ شيار شيار بربك شوف لاعبي. عندي ماي لك ليك راح يشيله صاحبي. لك تعال شوف لاعبي شيار شايفه لما هو يمشي. تشوفه على الفيديو بكره. ما راح يشيلني هذا لك ما احسن اضربه ما احسن ملقلك عندي شيار تعال اعتمد عليك. يلا وفرك قدامك قدامك تحت. لك دي قاعد له واحد ثاني نوك. يا الله وين عم يرمي هذا؟ قاعد وين كابوس؟ على شي لاعبي سموك. شو عم يصير معك؟ شو صاير معك؟ بس بدي ها هلا نزل يا الله كان معلق. شيل سموك وارمي راح ينزل بربك بعد. شو وين ليكو؟ البيت الاحمر. اه مين رمى؟ انا روح انا رميت انا تفجر فينا تقول لي انا لك لا انا ضربت على شو اسمه؟ فجار فارو ار بي جي. اي ار بي جي من الجبل. ليكو 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 من يا جبل يا الله. واحد من ورانا من ورانا ما عارفينه. هلا ما انا عندي شجرة مبين عليك. واحد وراك واحد وراك. لا شالني كابوس تعال. هداك وي كابوس هداك وي كابوس تعال عندي. انا ما راح احسن ويقربوا. تعور صخرة تعور صخرة تعور صخرة تعال ما تلاحقني تعال.
اغلقوا اجا. دري شعري برا الصخرة. انت بس شيني والله كريم. ليكو ليكو ليكو. الثاني عيف 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 دروح ولو دروح ولو والله كفو. لك انا بس بدي اشيلهم بالار بي جي يا زلمة. وين انت؟ البطاقة انا؟ ايه اخذت البطاقة. هني نجيب سنايبر يا زلمة. مين سنايبر يا الله؟ شيار شيار ولو؟ وين البرج؟ ما عاد يفتح رقصة. ليك برج قريب علينا. قصر راحوا رحال راحوا رحال وفي رجعته ما لي أمال علوا بي الله.